لنا في الأمس أسماء تراءت نجوما تحرس الكنز الثمينا تمر بنا السطور إذا قرأنا تذكرنا الحروف إذا نسينا الكنز. أي إمام فاق أئمة كان صغيرا لكن همة حفظ الله فنور فهمة وسع حلمة كثر علما من لا يعرف حبر الأمة من لا يعرف حبر الأمة. من هو الكنز؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، طلحة بن عبيد الله.